يعني هذا الشيء ليس بغريب على ناس بركان واهل بني زناسن. حنا كما شفتوا يعني استقبلنا الفريق الزمالك والبعثه بواحد يعني بواحد الحفاوه كبيره باش يعرفوا بان الكرم راه فطره عندنا حنا ناس اهل بركان. وشفتوا ان الفولكلور البركاني فرح بهاد الناس ديال الزمالك. وباش نقولوا للسي مرتضى منصور بلا كان غلط وحنا ردينا الاعتبار لهذا الشيء، وان الكره ما كتلعبش على برا، كتلعب في الميدان وهي اللي كتحسم الامر. يعني المقابله اللي تدوز تفوت وتبقى الاخوه والمحبه والصداقه، وهذا هو لا فالور، القيمه ديال كره القدم.